تصور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كانت مجموعة نساء من قريش يطبا على فاطمة الزهراء يعيرنها ان زوجك هو عبارة عن عامل، هذا يشتغل بيده بكديده، طلع يوم من الايام يدور طعام لاهله، تقريبا طلع له 60 دلو ماء من البئر في سبيل حفنة من التمر. اشتغل، كان يضطر يطلعها لان ابار المدينة عميقة يمتح الماء. عد امرأة استأجر نفسه شنو حتى يأخذ طعامه، منين يأخذه؟ من تعبه، من عمله. في الآية شو تتنبه لها؟ الآية الكريمة هنا في هذا المورد وضعت أيدينا على هذه الحقيقة، أن الصلاة وحدها مو كافية، ما تملأ البطن،